السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: القطاع الصحي العراقي في زمن حكومات الاحتلال. مشاهدينا الكرام، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة دكتور عرفان يونس، وهو أخصائي الطب الطوارئ من لندن، عبر الهاتف سيكون معنا. وأيضا بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا من أجل إبداء آرائكم وتعليقاتكم بشأن قضيتنا لهذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام، ولا يخفى عليكم، يعاني القطاع الصحي العراقي بعد عام 2003 بسبب الإهمال والفساد الذي ضرب هذا القطاع الحيوي، والذي يعد ركيزة أساسية لنهضة الشعوب وتطورها. فالشعوب السليمة صحيا تعد شعوبا منتجة وترفع من شأن بلدها، ولذلك يرى كثير من العراقيين أن إدخالهم في دوامات المرض والجهل هدفه شل حركة هذا المجتمع العامل المجتهد عبر تاريخه، وبالتالي منعه من النمو ودفعه إلى الخلف، وهو ما تحقق بحسب كثيرين، إذ أصبح العراق في مصاف الدول المتخلفة والتي تسودها الأمراض والأوبئة، والتي يعاني فيها كثير من العراقيين بسبب غياب الدعم الصحي في المستشفيات الحكومية. وتحول التركيز بفضل حكومات الاحتلال المتعاقبة إلى القطاع الصحي الخاص، والذي لا يقدر على كلفته سوى من لديه القدرة المادية. طبعا زار محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء الجديد مستشفى الكاظمية التعليمي، وأبدى استغرابه مما وصل إليه حال هذا المستشفى، بطريقة أثارت استغراب العراقيين إلى أن تساءلوا: هل فعلا لا يعلم حقيقة الواقع الصحي المنهار، أم أنها تمثيلية أمام الكاميرات؟ مشاهدينا، دعونا نشاهد اللقطات التي تبين جانبا من الزيارة التفقدية التي أجراها محمد الشياع السوداني إلى مستشفى الكاظمية التعليمي، ثم نعود. أكل ماء؟ ما ولا وجبة؟ أبد ولا وجبة. شلون قلت ثلاث وجبات؟ كانوا يقولون وجبات هسه قالوا لي ثلاث وجبات. صعدت يمكم طلعت ولا وجبة؟ ولا وجبة. ما عليك. العلاج مال مركز الأورام متوفر لو تشتري من برا؟ اكو علبة أخذها من برا. من برا؟ ليش تشتريها؟ يمكن 120 دولار. 120 دولار؟ ايش قلتها؟ فيها 30 حبة. كل يوم تاخذ أربعة. جيبوا لها العلاج. جيبوا لها مال شهر. حط تليفونه. طبعا لدينا لقطات أخرى مشاهدينا الكرام لهذه الزيارة، نتابعها ثم نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم. تروح متى الجامعة؟ كل صار من برا العلاج. ايه تشيل الصديق. العلاج صار كله. لا كل شيء ماك منه. للأمانة. أنا اللي أشياء تكلم. أشياء شرسية. للأمانة. قسم. خلينا نريد يحكي. قسم من برا. إيه يعني أكو خطأ في برا. بس إحنا التحويل يعني مرات سونر من برا قوي. لأن هنا ما يطلع يعني ليش ما أعرف ليش ما أعرف. تشتغل. أنا عسكري مدرس طائرات. حتى الصاحب يجي هنا يتورط. الله يوفق ان شاء الله. الله يوفق عليه. الله لا يوفقنا. الله لا يوفقنا على الخدمه هذه. كانت هذه بعض اللقطات التي تبين الزيارة التفقدية التي أجراها محمد الشياع السوداني لمستشفى الكاظمية، وطبعا التي أثارت سخرية كبيرة لدى العراقيين بشأن استغراب مسؤول يتبوأ مناصب حكومية منذ عام 2003 منذ الاحتلال لغاية هذه اللحظة، وهو في مناصب حكومية تنوعت ما بين مدير عام إلى مستشار إلى وزير بالوكالة إلى وزير إلى رئيس وزراء، ومع هذا لا يعلم، طبعا محافظ أيضا، ومع هذا لا يعلم حقيقة الواقع الصحي والمستشفيات الحكومية في العراق. الملف الذي طرح كثيرا في الصحف الإخبارية، في المجلات، في القنوات الفضائية، على مواقع التواصل الاجتماعي، على لسان العراقيين في الشارع، في البرلمان طرحت ملفات فساد بشأن القطاع الصحي. عديل حمود إحدى الوزراء التي تنتمي لحزب الدعوة، نفس الحزب الذي جاء منه الوزير،
والتي فاحت رائحة الفساد من وزارتها في فترة حكمها، ومع هذا يستغرب رئيس الوزراء من وضع الواقع الصحي وتحديدا في مستشفى الكاظمية. دعونا نشاهد مع حضراتكم تقرير جرافيك يبين بعض جوانب الفساد ومشاكل القطاع الصحي العراقي بعد عام 2003. مشاهدينا، كما عودناكم في برنامج منبر الرافدين استحدثنا بشكله الجديد فقرة استطلاعات الرأي. نزلنا إلى الشارع والتقينا ببعض العراقيين الذين عبروا عن رأيهم بشأن الوضع في المستشفيات الحكومية. خلونا نسمع جانب من بعض المواطنين العراقيين ورأيهم في هذا الموضوع، ثم نعود لنكمل الحديث. مستشفياتنا بالعراق أدنى من الصفر 100 درجة. شنو السبب؟ سبب أولا لا علاج الطوك. أنت من تروح المستشفى وتراجع، أنت فقير لو مو فقير؟ بس أسألك السؤال هذا، تروح يقول لك اشتري علاج من برا، زين توقف 10 ساعات الله يلوحك السرة، مو مستشفى عمي لو يعزونه أفضل، والله أفضل، هواي أفضل. الدولة تصرف مليارات بالبلاش. استغرب، مو صحيح، لو شايف الصحيح كان كرمهم. شاف المستشفيات أدنى من الصفر، وصحيح أدنى من الصفر. أنا واحد من الناس راجعت بيه، زين سوى لي تخطيط مال القلب من 8 للوحدة، الله طلع التخطيط. تلاحظ لا شفت نجوم الضحى، ورا ساعة وطيت للدكتور يقول له هذا التخطيط روح عيده غلط. عمي قلت له صار لي 4 ساعات أنا شايده، شققته وطلعت. عمي دي يموت، شنو يحصل علاج؟ شي يموت يا علاج، وين اكو علاج؟ يموت وما عنده علاج، جد ملايين الناس مشوف وعمت وماتت. يا علاج عمي وين اكو علاج؟ بالملايين صار العلاج. يروح يشتري من برا علاج يكلفه 100,000 ويوم ما يحصل 5,000، مهزله عمي، خلي يسدوه اشرف. والله اشرف، والله الوضع بالمستشفيات كله فاشل، ماكو لا ادويه لا علاج. يروح المريض من هنا حالته فقيره يريد علاج، ماكو ذاك العلاج اللي هو يقول له روح جيب من برا الدواء، روح اشتري من خارج المستشفى. لا عاد هي لو صايره مستشفى ذا يروح يجيب من برا، خبر يروح الدكتور اهلي وفي ماله. طباء ماكو، العلاج ماكو، اي واحد يطب اذا بيعاه انه نحو الأسوأ، مو نحو الاحسن، نحو الافضل، يروح يتعالج المستشفى انه بيموت. والله هم كلهم يعرفون، بس شو يسوون؟ اذا هي محاصصه واحزاب، هاي الك وهاي الي، شو يسوون؟ اذا هاي المستشفى الصح الفلان، هاي الفلان، هذا الفلان، شو يسوون؟ كل من يقول هاي الي وهاي الي. والله طبعا هم كلهم يتحاسبون، المسؤولين من اعلى الهرم للاصغر واحد. هم اذا ماكو امكانيه ليش مفتحوا مستشفى؟ غير للفقير هي المستشفى لو الغني، هو اذا فقير راح المستشفى وما عنده ويقول له روح جيب علاج من برا. كشفيه برا 30,000 دينار بالاضافه الى العلاج 100,000 دينار، منين يجيب؟ هو يلا يطلع له 7,000 8,000 باليوم. والله فد مره منتهيات، كل شيء ماكو لا علاج، تروح المستشفى تطب لها الابره السنجه تشتري من برا.
من الصيدليه البرا، ماكو جو، كل شيء ماكو، كل خدمات ماكو، طب ولا صاحي تطلع مريض. الحكوميه ما ابي، هو ما عنده فلوس يروح اهلي حكومه يروح الى غير ياخذ علاج من الحكومه، كل شيء ماكو. والله بصراحه وضع مزري، يعني اذا هو رئيس الوزراء يقول يطلب المستشفى صاحي يطلع مريض، احنا شو نقول؟ هذا تصريح حكومي قوي، يعني معناها شنو؟ معناها لا ادويه، لا اسر اكو المستشفى، احنا رايحين المستشفى شايفين، لا اسر، لا ادويه، لا اجهزه طبيه ما موجوده، تروح المستشفى الحكومي تقص باص الدكتور يكشفك يعطيك ورقه يقول لك روح اخذ العلاج من برا، هاي المستشفيات الحكوميه. فاغلب الناس الفقره تروح بالزلق، اما اللي عنده فلوس يروح المستشفيات الاهليه احسن له، يعني يروح دكتور اخصائي. ما الفقير ما يعيش، ما له مكان عندنا بالعراق بصراحة. هاي اكو ناس اهل خير تساعد الفقير اي، اما الفقير اذا يروح مستشفيات حكومية يموت، وخاصة اذا امراض عندنا امراض مزمنة، امراض قلب، امراض شرايين، ذن صعبة شوية عندنا. اللي عنده يروح للخارج، هاي اذا المستشفيات الحكومية ما سوت له علاج يدزوه للخارج، يروح للهند اللي هي لحد الان الحين نقول الهند اهل التيك توك دزونا، اهل التيك توك هم اللي يعالجونا حاليا بصراحه. حقيقه كلام معبر جدا من مواطنين عراقيين لسان حالهم يجمع على كلمه واحده وهي فشل القطاع الصحي. وطبعا هذا يتحمل مسؤوليته كل من جاءوا بعد الاحتلال لحكم العراق بلا استثناء، كل الحكومات المتعاقبه متورطه بما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي العراقي. مشاهدينا الكرام، نستقبل معنا دكتور عرفان يونس الشمري وهو أخصائي طب الطوارئ عبر الهاتف من لندن. أهلا بكم دكتور عرفان. حياتي لك أخي العزيز وجميع المشاهدين الكرام. حياك الله. يعني بداية نبدأ من رأيك بالوضع الذي وصل إليه القطاع الصحي العراقي ولماذا؟ هنالك العراق الآن يعاني من تردي بالخدمات الصحية على نطاق واسع مع ارتفاع نسبة الفقر في العقود الثلاثة الأخيرة إلى 20%، أكثر من 20% مقارنة بالوضع سابقا. التردي بالخدمات نقدر نقسمه إلى خمس أقسام. أولا تردي بالبنى التحتية، ما توجد مستشفيات حديثة، قصدي مستشفيات حكومية. كانت الحلول في خلال الفترات السابقة كانت حلول ترقيعية، يعني في كل مستشفى يضيفون قسم إضافة بناية، ماكو مستشفى حديثة جديد. أنا تدربت في مستشفيات بغداد بعد عام 1993، نفس هذه المستشفيات موجودة، لن نجد مستشفيات جديدة. ثانيا تردي الموارد البشرية، الأطباء والموظفين الصحيين هم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة أمام حيتان الفساد وتردي الأوضاع البنى التحتية الصحية. لا توجد صالات عمليات. طيب إذا كانوا هم الحلقة الأضعف، لماذا يبدأ رئيس الوزراء باستهدافهم؟ يعني شفنا المقطع اللي تم تداوله وهو يأمر بنقل أطباء كانوا متغيبين وأيضا أطباء موجودين في المستشفى إلى أماكن أخرى أطراف بغداد. ليش يتم استهداف هذه الحلقة التي كما تفضلت هي الحلقة الأضعف في هذه المؤسسة الصحية، بدلا أن يبدأ من رأس الهرم نزولا ووصولا إلى الطبيب؟ لا يتحسن الواقع الصحي في العراق بثورات عصبية وانفعالية. نحن نعلم بعدم وجود صلة مباشرة ما بين سياسيي العراق وبين الكوادر الطبية. هؤلاء السياسيين اللي اكتفتوا لبناء مجدهم ومجد أحزابهم على حساب العراقيين. رئيس الوزراء نقل 13 من أطباء ومنتسبي مستشفى الكاظمية لتقصيرهم على ما يظن هو في عملهم، مع تخصيص مبلغ 3 مليار دينار عراقي لمستشفى الكاظمية. نعم. ماذا ستفعل هذه 3 مليارات؟ وما هو حال بقية المستشفيات؟ هل يعتقد رئيس الوزراء بأنه أدى إلى حل كل مشاكل القطاع الصحي؟ لا بالعكس. قلت لك أخي العزيز، الخدمات، الموارد البشرية مثل ما قلنا، الثالث اللي هو الأدوية والمستلزمات الطبية. شفنا الآن الكلام اللي قالوه بعض المواطنين العراقيين. هنالك عراقيل في الوزارة والدوائر الفنية وكيمادية اللي هي المسؤولة عن هنجي لهذه التفاصيل مع حضرتك بعد شوية دكتور.
استثمر وجودك ويانا بهاي الحلقة حتى نحكي بكثير من التفاصيل، لكن خلينا ناخذ آراء بعض المواطنين العراقيين المشاركين معنا في هذه الحلقة. ويانا أولا السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي. مساء الكريم، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لضيفة الكريم. مساء النور، حياك الله. السيد الكريم، التردي في الأوضاع الكل السياسية والاقتصادية والطبية هي بدأت من بعد 1990، لكن اجت كان عذر الحكومات السابقه لحد 2003 هي انحصار، وهذا صحيح. لكن اليوم اكو يعني ماكو حصار على العراق، يعني وزاره الصحه تقدر تستورد الاجهزه، تستورد المستلزمات الطبيه، تتعهد مع متعهدين لتمويل الغذاء والادويه. لكن اليوم من يطلع لي السوداني، وهذا مثل ما ذكرت هذا استعراض اساسا. وثانيا الحكومات بعد 2003 تتعامل بردة فعل، يعني من يصير اكو حكومة جديدة يروح يزور الاماكن، يتخذ قرارات، طبعا قرارات مو صائبة. انت من تلقي الاطباء او تلقي 3 مليارات لان انت عالجت مشكلة لو بس يعني رجعت اساسا بس يرجع. على رأي مواطن عراقي اتصل بينا قبل كم يوم يقول هو اذا هو كان طبيب مقصر ولا يصلح لي لإدارة قسم أو معالجة مريض، تنقله إلى مستشفى أخرى حتى يرتكب نفس الأخطاء على مريض آخر. بالضبط. زين الثانية، يعني أنت يعني شوف التخبط بكل الوزارات، مو بس بوزارة واحدة. يعني وزارة التعليم العالي تنزل المعدل حتى يقبلون أطباء. طيب هذا الطبيب وين راح يروح؟ مو راح يروح المستشفيات. طيب. زين أنت شو عالجت؟ ما عالجت شيء. لذلك أنت بتروح تسأل، يعني أنت سوداني ما تريد خارج العراق. ما يصير كذا لحد الآن، يعني تحسس أن يطولك وجبة أو وجبتين. طيب. هذا دليل دليل إنه أساساً ما طبي للمستشفيات. أبو علي أنا أشكرك، أكتفي وياك بهذا القدر، شكرا لك. أبو أحمد من بغداد، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم أستاذنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أشيد ببرنامجك وعلى هذا الموضوع اللي كل العراقيين جاي يعانون من عنده. الله يحفظك، حياك، تفضل. بالبداية أنا من بغداد. نعم. عندك مستشفى من بغداد وقريبة عليه مستشفى الكاظمية ومستشفى الشعلة. نعم. وأنا اللي جاي حاجيك، أنا معاني من هاي المشكلة. أول شيء تروح المستشفى الكاظمية أو مستشفى الشعلة، تروح بالليل تلقى فقط الدكاترة اللي مو هم الاختصاص، يعني شلون نقول هذول اللي متدربين. أول ما تجي يقول لك روح جيب لي باص 3000 دينار، تكمل الباص 3000، تجي يمك من ورا خشمه يباوع عليك شبيك، قلت له مثلا راسي وجعني بطني توجعني، كتب لك هاي ابره جيبها من برا. هاي واحد. اثنين، من تروح لهم على شغله بها عمليه، شو يحكي لك؟ يقول لك اول شيء تريد بالعام لو بالخاص؟ نعم. زين اريد بالخاص. الخاص ياخذ منك اول شيء تفتح طبله 50,000، هاي منتهي من عنده، وراها تسوي عمليتك تكلف عمليتك مليونين 3 ملايين وانت قاعد بمكان حالك حال العام. نعم. يعني ماكو فد شيء تطور تقول انا من دافع عن مليونين او 3 ملايين انا جاي احس بروحي انه يعني جاي يعتنون بي غير اعتناء كذا، هي نفس الاعتناء نفسه. نعم. فماكو كل يعني تقدير للمريض. طيب. وناهيك عن انت بالعام بالخاص ويقول لك جيب للدول الفلاني، جيب ايضا الفلاني. نفس المشكله بالمستشفيات الخاصه. لا يعني انا اطلب يعني انت موضوع الادويه هم تواجهك في المستشفيات الاهليه؟ تروح تجيبها من برا؟ لا بالاهليه مستحيل، لان بالاهليه لان هو جاي يحسب عليك الدواء ب 1000 دينار يحسب عليك ب 5000 دينار بالاهليه. تمام. بس انا اطلب من السيد رئيس وزراء انه هاي الفلوس والمبالغ اللي جاي تنصرف على المستشفيات الحكوميه، اطلب منه انه يسوي شغله واحده، يغلق المستشفيات الحكوميه ويقسم هاي المبالغ المليارات اللي صرفتها عبد الحمود وغير عبد الحمود. طيب. يصرفها ينطيها للمواطنين على البطاقه الثمينيه انه هاكم هاي. شكرا. نعم وصلت الفكره ابو احمد، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. نرجع للدكتور عرفان. دكتور، سمعت الحديث واغلب الكلام كان عن غياب الادويه عن المستشفيات، سؤال وحضرتك ايضا برا موجود في دول متقدمه متطوره بالنسبه للقطاع الصحي والمستشفيات، وسؤال قد يسال مواطن عراقي بسيط أنه هل يجب على المستشفى أو على الحكومة أن توفر العلاج في المستشفيات الحكومية؟ بالتأكيد. هذا من متطلبات إنشاء المستشفى الحكومي.
يعني هنالك عراقيل في وزارة الصحة والدوائر الفنية وكيماديا لاستيراد الأدوية بنية حسنة أو غير حسنة أدى إلى عدم توفر الأدوية الضرورية. هل سأل رئيس الوزراء لماذا لا توجد هذه الأدوية في تلك المستشفى؟ رسالة من أحد زملائنا في بغداد يقول لا يسمح للطبيب بوصف علاج غير متوفر للمريض لجلبه من خارج المستشفى، لأنه سوف يعرض الطبيب للمساءلة القانونية بدل من توفيره. الوزارة قاعد تطبق هذا القانون موجود في العراق؟ موجود في العراق. ليش ما يطبق؟ لماذا لا يطبق؟ لا ما يسمح للطبيب انه يصف علاج من برا، يقول لك لا لازم تكتب شيء داخل المستشفى. الوزاره قاعده تسوي قاعده تضغط على المستشفيات لاستخدام ادويه بديله. مثلا عندك مثلا خلينا نعطي مثال مرضى الضغط مثلا، هنالك ادويه تختلف من مريض الى اخر، هنالك امراض عندهم مرضى عندهم حالات معينه ما يتقبل مثلا هذا العلاج او ذاك العلاج. لا، وزاره الصحه قاعده تجبر المستشفيات على ان يوصفون هذا العلاج الى هذا المريض اللي هو قد ما يناسبه. هذا ما ممكن ان يكون. يعني احنا عايشين في عايشين في الغرب وقاعد نشتغل في مستشفيات اللي هم قطعوا اشواط كبيره جدا في الرعايه الصحيه. اي دواء تريده يكون موجود عندك خلال 10 دقائق. طبعا هناك مشكله اخرى طرحها السيد ابو احمد من بغداد، يقول أنه مستشفى الكاظمية والشعلة، وهو ذهب إلى هذه المستشفيات ورأى الوضع فيها، يقول بأنه يوجد فيها أطباء ليسوا أصلا من الاختصاص، وأطباء وكأنهم يتدربون على المريض ويتعاملون مع المريض بطريقة غير إنسانية. لماذا ترك الموضوع في المستشفيات الحكومية بهذه الفوضوية برأيك؟ هنالك عدم احنا نقول عليه دعم لهذه المشكله. يعني هو احنا داومنا ايضا يعني قبل يعني خلال فتره الحصار وقبل الاحتلال داومنا في المستشفيات. المستشفى يتوفر بها في قسم الطوارئ اطباء مقيمين دوريين، اطباء متدربين، اطباء مقيمين اقدمين، وهنالك اطباء اختصاص موجودين. زين، فهو الاخ ابو احمد اللي قاعد يتكلم قد يتكلم صحيح، يقول لك انه انا ما قاعد اشوف طبيب اختصاص، انا قاعد اشوف طبيب يعني متدرب اللي هو طبيب المقيم الدوري واللي هو قد ما يمكن يعني ما يمتلك المقدره على تشخيص الحاله بصوره صحيحه. هذا كلامه صحيح. هذه سياسه المستشفيات اللي قاعد تصير، هي المستشفيات اللي السياسه الحديثه بالدوله العراقيه. مع الاسف هذه يعني ما متوفره، يعني ما موجوده. يعني الان احنا قاعد نداوم في مستشفياتنا في برا خارج العراق، هنالك المقيم الدوري، هنالك المتدرب، هنالك المقيم الاقدم، هنالك الطبيب الاختصاص، وهنالك الطبيب الاستشاري. كلهم موجودين في قسم الطوارئ، كلهم متوفرين. طيب ارجع لحضرتك بعد شويه دكتور. اسمح لنا ناخذ ابو زهراء من السليمانيه. تفضل يا ابو زهراء. السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله استاذ العزيز. الله يرحم والديك. يعني انت جاي تحكي على موضوع الاطباء، على موضوع العلاجات. يعني اني عندي خطره من 2012 جاي استخدمها مال ضغط العين. نعم، نعمه حالك. يعني اضطريت يعني على اكثر من طبيب، التكريت البغداد بالمستشفيات الحكوميه، احكي لك على صراحه المستشفيات الحكوميه ماكو هاي الخطره الا اشتريها على حسابي الخاص. نعم، يعني نعمت حالك. يعني هذه اذا فقدت مثل ما يقول فقدت بالصيدليات الاهليه، يعني هاي شلون يعني بهيش حاله؟ يعني من الحكومه ما توفر لنا يعني بهيش حاله، احنا ما نروح لها الامراض المزمنه. نعم، ايه فاستاذ العزيز احنا مثل ما يقول يعني ماكو حكومه مهتمه بهذا الشيء. سيد ابو زهراء، شنو راي حضرتك باللقطه اللي طلعت لمحمد الشيع السوداني بمستشفى الكاظميه، متفاجئ من عدم وجود علاج بالمستشفى ومتفاجئ من وضع المستشفى المزري؟ ليش تفاجئ برايك؟ يعني هل معقول ما حد يعرف بالعراق شنو وضع المستشفيات؟ والله يا استاذ العزيز، والله كل شيء يعرفون، كل شيء يعرفون، اقسم لك بالله العظيم كل شيء يعرفون، كل شيء يدرون. يعني هي مثل ما يقول مستشفيات حكوميه، هم جاي يشوفون بعيونهم، جاي يشوفون بعيونهم والله يدرون. يعني وحتى مثل ما يقول قدمنا تقارير احنا الامراض المزمنه، قدمنا تقارير لجنات لجان طبيه وماكو يعني ماكو نتيجه. نعم، انا اشكر حضرتك سيد ابو زهراء من السليمانيه.
للمشاركة. طيب عندنا فاصل مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم ومع الدكتور عرفان طبعا بشأن الواقع الصحي المنهار في العراق وما ردود أفعال العراقيين بشأن هذه الزيارة التفقدية التي قام بها أو أجراها محمد الشياع السوداني. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبوا. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع بشأن القطاع الصحي العراقي في زمن حكومات الاحتلال. نزلنا إلى الشارع كما قلت لحضراتكم في البداية واستطلعنا آراء بعض العراقيين بشأن وضع المستشفيات الحكومية في ظل هذه المليارات اللي يمتلكها العراق والخزائن التي امتلأت طيلة السنوات الماضية. أين أصبح أو ما الذي وصل إليه حال المستشفيات العراقية بعد عام 2003 بالنسبة للحكومية؟ نسمع رأي بعض المواطنين أيضا ثم نعود لنكمل الحديث. والله الوضع المستشفيات الحكومية رديء كلش والله، هاي اليرموك اللي يطب لها صاحي يطلع ميت والله. يعني أنا أخويا واحد من العالم، أنا أخويا طب لي اليرموك رجله فطر يمكن له أغراض، والله العظيم وصلت للبتر. اي والله والله سبب كله من الحكومه اللي لا يخلون دكاتره براسهم حاط، لا يخلون الممرضين ماكو، هيك المطبقين كلهم يجيبوهم هيك شلون مكان شلح وعبر. المواطن فقير الا الله ما يتعالج، ما عندنا احنا مواطن فقير يتعالج. والله الوضع كلش مو زين بصراحه، يعني مستشفياتنا تعبانه، يعني ما بيها دكاتره، لا دكاتره زينين لا علاجات، يعني ما تعبانه بشكل مو طبيعي. هو هذا الوضع، يعني ما بيها شيء، ما اي خدمات موجوده بالمستشفى. يعني شنو اكثر من الاستغراب بعد، يعني ماكو شيء، لا دكاتره زينين لا ادويه لا، يعني ماكو شيء، خدمات ماكو، مستشفيات كلش معدومه عندنا بالعراق. المواطن الفقير هسه احنا بالعراق الا الله، يعني ما عندنا يعني اي حاله انسانيه، ما عندنا بالعراق ما يرعون هذا الشيء. المواطن الفقير يموت اذا مريض، لان ماكو يعني الدكاتره هسه كلها اقل كشفيه 25000، تعرف انت يعني بعد علاجات غالية، دكاترة كلها لا تريد تروح دكتور، لا تروح الحارثية، لا تروح للمنصور، يعني وين؟ والفقير لا الله شو نسوي؟ والله أنت شو تشوف هسه؟ المستشفيات بالعراق هي حشاك أزبل شيء، لا بيها خدمات صحية، لا بيها خدمات للمواطن، لا بيها الأدوية. أبسط شيء الدواء إذا واحد يريد يحصله يروح للصيدليات الخارج الدائرة، بطن الدائرة كل شيء ملقى، السرنجة ملقى عندهم. يعني رديها فدمر يعني، ومن زمان مو من هسه طبعا. استغرب من سوء الخدمات اللي بيها، وهذا طبعا تلكؤ، هذا يعني لا اليوم ولا البحر، تلكؤ صار له سنين من الخدمات وماكو واحد عالجه. الفقير الى الله طبعا، امين الله. اول فقير من التجيل تجيل الحكومه، اذا الحكومه ما بي لا دواء ولا شيء الى الله ما شيء سوى، لان برا ما شاء الله تجار حوت، يعني اذا يروح للحارثيه او يشتري الدواء من غير منطقه لازم يتداين او يعني ينشرع قلبه او مريضه يموت اذا هيك. والله بصراحه غير
رديئة وكبيها لا متوسطة. الرديئة بالنسبة للعناية الأدوية الفحص مع الأطباء هالشغلات هاي، فلازم شوي يصير بيها تدقيق هيك أمور. المريض من يروح يريد واحد يعاني يعني يساعده ينطيه دواء زين حتى يقوم ويقول صدق عندنا دكاترة ومستشفيات نقدر نعتمد عليها نروح عليها، مو روح على دكاترة ما شاء الله راتشاتات مالتهم كلها 45 و35 و25 أقل شيء، والمعدة مين يجيب؟ ما يقدر يروح. أي طبعا يتساعد إذا السقف يذب ميك وذولا كلهم خطية مرضى، ويعني واحد قاعد يمكن بالمطبخ، واحد قاعد ما أدري وين، مكانات يعني مو يعني مستشفى اللي مخصصة أصلا للمرضى. أنت شفت مستشفى الكاظمية مع العلم هي مبنية درجة أولى، شركة يابانية مسويتها، يعني ماكو مبهدلة المستشفى، يعني ما باقي لها شيء مفلشة. إلى الله الفقير ما تشوفه يروح على مضمد يضرب له أبره، لا يبلع له حباية مسكنة لا أكثر ولا أقل. إذا حياة حال المستشفيات وين يروح المن؟ وين يروح الفقير؟ كنا قبل الفقير يروح المستشفى يأخذ العلاج وانتهى الموضوع، يطيب حباية وحبايتين يطيب أو أبرة واحدة يضربه يطيب. السوين يصرف كذا مبلغ على مود يطيب من نشلة على مود مرض خفيف بسيط. دكتور عرفان أهلا بك من جديد، استمعت إلى حديث بعض المواطنين العراقيين، ونضيف على هذا الكلام بالنسبة لسؤالهم عن المستشفيات أنه بحسب الأرقام الحكومية وبحسب التقارير الرسمية اللي صدرت تؤكد أن بعد 2003 تسع مستشفيات حكومية فقط ما تم بناؤه، أربعة منها بتمويل الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وكل المستشفيات الحكومية الباقية الموجودة عمرها 40 و50 سنة مبنية قبل 2003. شنو تعليقك على هذه الأرقام؟ هذا كم مول بني في بغداد؟ هذا واحد من الأسئلة اللي واحد ممكن يقوله. لا توجد سياسة صحية متناسقة ما بين وزارة التخطيط، وزارة المالية، ووزارة الصحة لإنشاء مستشفيات. لجأ الأطباء إلى العمل بالقطاع الخاص اللي أولى الكثير أو معظم السياسيين ورجال الدين والعسكريين أصحاب الهزائم اهتماماتهم به، فأنشأوا مستشفيات على غرار الفشل بالمستشفيات الحكومية واللي هم سببه حتى يستقطبون أكبر عدد ممكن من المواطنين، والمواطنين حسب ما يقولون الأخوة اللي موجودين اللي استطلعتهم يقول لك ما عنده مين يجيب. فعلا كلام صحيح. لا توجد خطة صحيحة لبناء مستشفيات متكاملة ذات أجهزة متطورة يعني في 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 بغداد وبجميع المحافظات. وهذا أثر على الخدمات الصحية مع يعني شفنا اللي صار من بسبب جائحة كورونا بالعراق. يعني مرضى كانوا يرفضون يروحون المستشفى، بل كان يعني الأقرباء اللي اضطروا أن يقوم بالبيت ويشترون قناني الأكسجين. صحيفة الواشنطن بوست بهاي النقطة، الواشنطن بوست الأمريكية ذكرت أن المستشفيات في العراق أصبحت بؤر ناقلة للعدوى، بؤر للموت، يعني اللي يدخلها يطلع إذا هو بيشي يطلع بيشيين. فالنقطة اللي ذكرت حضرتك ذكرتها وتوجه الأطباء إلى المستشفيات الأهلية، هناك نفس التقارير اللي صدرت من وزارة الصحة أو اللجنة الصحة البرلمانية تؤكد أن في مقابل التسع مستشفيات الحكومية اللي أنشئت نصفها بدعم دولي أمريكي وأممي، أكو 230 أكثر من 230 مستشفى خاص بني في العراق بعد 2003. صحيح. ليش تحول الموضوع إلى استثمار؟ تحول الموضوع إلى استثمار، هو أصلا هذه هي خطة منظمة لإفراغ العراق من كوادرة الطبية، لإفراغ العراق من كوادرة الصحية المتميزة. وجود ضغوط، عدم وجود أمان لهم في مستشفيات الحكومية، اضطرهم أغلبهم يا أما يهاجر خارج العراق أو يروح إلى مستشفى بنيت على غرار المستشفيات الأهلية اللي موجودة وبدعم من جماعة يعرفهم. هذا يقول لك أنا راح أروح أحافظ على حياتي وأحافظ على 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 نفسي. لكنه أنت لو تسألني كثير هل هنالك تقدم طبي صحيح في الاتجاه الصحيح اللي قاعد يصير، قاعد نشوف أطباء عراقيين متميزين من داخل العراق مو بجهود الحكومة وإنما بجهودهم الفردية.
نعم دكتور، اسمح لي ارجع لك بعد شويه، ناخذ سريعا محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم تحيه السلام. لك ولضيفك الكريم. حياك الله، اهلا وسهلا استاذ محمد. نعم. يعني انا اريد اعقب على الشاعر السوداني من رمى زار المستشفى. اي. وكان شلون يشيع الكوادر الطبيه ومن الاحوال عضو ما يعرف اداره المستشفيات في 2003. هذا هو خطي الملك جم السنه ولزم الحكم. وهو هذا محمد الشيعة السوداني ان شاء الله مسؤول عن مال الرعايه. من مو كان هو اللي عنده فنكره التراث؟ يعني هذا الشيء من تيم من عنده، هذا كله استعراض للسبت وللبلهاء، يعني هذول اللي يسكتون. الشغله الثانيه يعني البلد هو عباره عن نفس خراب وعباره عن منهار من كل النواحي. من الصحه، من التعليم، من البنيه التحتيه، من حتى بعض المشكلة، حتى بعض الالفاظ السوقيه اللي قد تداول بالمجتمع العراقي. واني بنظري بغايه اذا اقول لك كفاه من الدكاتره ولا كفاه من المهندسين ولا كفاه من المحامين، شكو واحد كفو في البلد هذا؟ الاغلبيه من عندهم طلعوا من العراق. ويمكن الضيف العزيز يعرف هاي الشغله يعني. نعم. وحضرته وانت في لندن. نعم. ف دا اقول الوضع حتى تجي هو ناس سفله وناس مجرمين وناس محتوهين، والكوادر الطبيه اللي دا نفتح خصوصا المستشفيات، هذول المتخرجين الجدد او اللي تحت التدريس او تحت التعافي، هذول اساسا ما يعرفوا شنو طيب. وصلت الفكره يعني ابو محمد، انا اشكرك حاجة. وطبعا اكتفي وياك واعتذر منك لانه الوقت ضيق. معنا ابو محمد من هولندا، تفضل. السلام عليكم اخي. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. اخي العزيز، المستشفيات في العراق بالضبط صارت مكان لانتشار العدوى وليس لمعالجه الناس. هاي نقطه. نقطه ثانيه، الان الحكومه الحاليه ما يهتم بالمستشفيات، وانما هم فاتحين بعض المستشفيات على حسابهم الخاص. وحتى الناس اللي عنده فلوس يروح يعالج والباقي لا. هاي نقطه. نقطه، اكو نقطه كلش مهمه. تفضل. اكو مستشفيات بالاسم مبني، ماخذين فلوسه وما بانين لا مستشفى ولا شيء. صحيح. ابدا، وفلوسه معقول والناس ما يعرف بالموضوع، واكثر من عده مستشفيات، مو مستشفى واحد واثنين وثلاثه. نعم. وثالثا، المستشفيات الحكوميه الادويه اذا يجي همينه يسرق من قبل بعض الناس وينباع بالسوق. طيب. الان العراق مستشفيات صفر، تحت الصفر. نعم. سيد ابو محمد، انا اشكر حضرتك، وصلت الفكره. ويانا السيد محمد من كربلاء، تفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ محمد، مساعد الله مساءك ويحفظ قناه رافدين ويحفظ كادرها. الله يحفظك يسلمك، تفضل. استاذ محمد، انا صار لي 20 سنه ما داواني بهاي المستشفيات. عندنا مستشفى الحسيني في كربلاء، شهيد الله ورسوله، يحولوا يعني يخلوك يقزعوك يخلوك اسوء على المستشفيات الاهليه. عرفت علي؟ مستشفيات الاهليه كلها تضرب بالعالي وكله شماله مسجلين وكله باسماء الائمه. مستشفى الحجه، مستشفى الكفيل، مستشفى زين العابدين. ففي لك الله يا استاذ محمد، انا قدام البلاء راح احكي قدام، انا مقعد عرفت علي وما اقدر لا أرد. وانا بعثت رساله عن طريق قناه رافدين، اريد امانه الله ورسوله توصل للدكتور مثنى ان شاء الله. اختم عليك، اختم عليك بمحمد وآل محمد ان توصلها ان شاء الله. يعني صراحه يعني حاجه فعلا. وصلت يا سيد، امانه الله ورسوله استاذ محمد توصلها ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا سيد محمد من كربلاء. ارجع لك دكتور عرفان، يعني نجي الى نقطه ذكرت في المقطع اللي تداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته طبعا المكتب الاعلامي لرئاسه الوزراء. يسال بي مواطن محمد الشيع السوداني، يقول له شو تغديت اليوم؟ يقول له ماكو اكل. فقايلي له اللي بصفه احد الاطباء يبدو قايل له اكو ثلاث وجبات ننطي بالمستشفى. فهو تفاجأ من المواطن بالحقيقه انه ولا وجبه. هل من المنطقي ان لا يحصل المريض في المستشفى على اي طعام؟ على اي طعام داخل المستشفى بس، ولكن هذا جائز في الوضع الحالي بالعراق. انا كنت مقيمين في مستشفى الزهراوي او سابقا كانت تسمى ابن البلدي. نعم. كنا نوزع ثلاث وجبات، وكنت انا مسؤول تماما من المسؤولين على
اضافه الجوده العاليه للادويه هذا للاكل هذا الحكي قبل 2003. نعم انا متوقع هذا الشيء لانه وصل لي ايضا واحد من زملائنا بس يعني بس عفوا دكتور قبل نعم. 2003 في فتره الحصار اي نعم في فتره والناس الحصار. والناس كاتلها الجوع وفي فتره الحصار والناس وكان اكو طعام بالمستشفيات. انا اخي انا كنت رئيس مقيمين في مستشفى ابن البلدي اللي هي نعم. الزهراوي في جميله نعم. كنا نزود المرضى في تلك الفتره بثلاث وجبات كان من المرضى اللي كانوا موجهين اما نسائيه يا اما اطفال الاطفال الطفل مع والدته كنا نعم. نزودهم بوجبات وحسب المطلوب يعني ابو السكر الى وجبه خاصه ابو نعم. ابو عجل الكلى وهذا العراق خاصة. انا اقصد من النقطه هذا العراق يمر في ظروف اقتصاديه صعبه للغايه في الوقت الان اللي الاكو مليارات كانت ظروف اقتصاديه صعبه زارتنا مجموعه زارتنا سي بي اس نيوز الامريكيه وسووا وياي لقاء في تلك الفتره في مستشفى ابن البلدي نعم. تفاجئوا بكفاءة الكادر الطبي وتفاجئوا بكفاءة نوعية الأكل المقدم أنا قدمت لهم إياه بتم هذا الأكل نعم. اللي إحنا نقدمه قالوا لي هذا أنتم في فترة حصار نعم. دكتور الآن أجيك إلى نقطة لأن للأسف الوقت ضيق للغاية وحقيقة أنا وديت أنه نستثمر اللقاء وياك بأكبر قدر ممكن من الأسئلة بحسب أرقام وزارة الصحة المواطن العراقي تنفق عليه الدولة 120 دولار سنوياً علاج هذا الرقم مقارنة بباقي البلدان ما هو معدله؟ هذا رقم مخزي ومبكي ومضحك في نفس الوقت زين لأنه هنا مثلا نظام الـ NHS في بريطانيا المريض يجي يدخل للطوارئ يعني يسووا له بوكين للطوارئ يشوفه نفحصه ننطي العلاج ونسوي له العلاجات الملائمة ونسوي له الفحوصات اللي تكلف الدولة هنا كميات عالية من 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 يعني من الفلوس ويطلع المريض من المستشفى معزز مكرم هاي الفحص الواحد يعني أنا أقول لك المريض الواحد اللي يدخل للطوارئ في زيارة واحدة يكلف الدولة هنا بحدود 1000 إلى 1500 باوند نعم. هاي زيارة واحدة إلى قسم الطوارئ خلي يستحون على نفسهم اللي قاعد يقودون هذا البلد العظيم نعم. بهذه الإمكانيات و120 دولار يعني كمية يعني بالسنة في المقابل من هذا الكلام دكتور أكو بحسب أيضا وزارة الصحة 5 إلى 6 ملايين دولار تخرج من العراق سنويا يصرفها المواطنون العراقيون علاج لهم في دول أخرى تقول الوزارة أن هذه الأرقام تكفي لبناء مستشفى كل 3 أشهر أو مركز صحي كل شهر مجموعة مراكز صحية ليش ما يتم استثمار الأموال في الداخل وإنعاش القطاع الاقتصادي الصحي بدل ما يعتمد على الصحة في دول أخرى وفي طبعا مقدمتهم إيران هذه هي خطة ممنهجة من زمان يعني هذا هو يعني هو هذا اللي كانوا رايدين يطلعون هاي الفلوس اللي موجودة بداخل العراق واللي الناس قاعدة تعاني حتى تحصل يطلعوها برا حتى توصل إلى هذه الدول وأهمها إيران حقيقة والآن بدأت تركيا وش اسمه الان قاعد تحاول ان تدخل الى العراق في سبيل انه مشاريع انسانيه في سبيل مساعده المواطن العراقي لكنه قاعد تلقي رفض قاطع من قبل القطاعات الصحيه او الحيتان الفسادين يعرفون تماما انه ما راح تطلع ولا فلس زياده الى هؤلاء الناس لهم للأسف هي هاي خطة ممنهجة لتدمير العراق وسحب كل طاقاته طيب. المتميزة دكتور نقيب الصحف نقيب الأطباء عفوا نقابة الأطباء الدكتور جاسم العزاوي في تصريح له العام الماضي قال بأن هناك 4000 طبيب استشاري في لندن و60,000 طبيب عراقي منتشرين باختصاصات مختلفة في المملكة المتحدة وأكثر من 12,000 طبيب عراقي موزعين على دول عربية وباقي دول أوروبية وأستراليا وغيرها هذه الأرقام شو تمثل بالنسبة لك؟ هنا هم 5,000 طبيب استشاري 5,000 4,000 إيه 5,000 طبيب نعم. استشاري
هجرة الأطباء هي هجرتين، الهجرة الأولى اللي هي صارت بعد التسعين بعد ما صار الحصار وأغلب الأطباء طلعوا، مجموعة من الأطباء بس الهجرة الثانية الهجرة الكبيرة اللي صارت بعد 2003 اللي الأطباء طلعت بسبب أنه عدم وجود الأمان، وهذا استثمار لهذه الدول اللي هم قاعدين بيها الحقيقة، لأنه إحنا نتمنى نرجع للعراق نشتغل، نتمنى نقدم خدمة للمواطن العراقي داخل العراق، لكنه ما تلقي يعني عدم وجود الامان، عدم وجود يعني بلد ما يعني بلد ما قاعد يعني ما تلقي فيه امان. سؤال سريع حختم وياك الحلقه بهذا السؤال، هل تواجهكم في لندن مثل ما يصير بالعراق اذا عالجت مريض وفقد حياته بسبب مرضه تجي عشيرته او عائلته بالسلاح تهددك وتعتدي عليك؟ هنا لا هذا اكو هنا قانون، هذا القانون يحترم. واكو شغله ثانيه، هي شغلتين، الشغله الاولى هي القانون محترم هنا في هذه الدول، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المواطن هناك ربى على احترام الكادر الطبي عن طريق وسائل الاعلام، عن طريق يعني دكتور تعرف حضرتك انه معظم اللي موجودين بالسلطه اللي تبوأوا مناصب، جزء منهم مو معظم، جزء منهم عندهم الجناسي البريطانيه ومحتكين بالثقافه هناك، ليش ما نقلوا لنا اياها؟ لا هم ما يريدون ينقلوها لانهم حاقدين على الشعب العراقي. نعم. وهم يريدون يأذون هذا الشعب لانه هذا الشعب اللي هم تركوا العراق وهو بقى في تلك الفتره. نعم. فتره الحصار، فهم حاقدين عليه. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عرفان يونس الشمري اخصائي طب الطوارئ، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، واشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لطيب المتابعه وللمتصلين، واعتذر طبعا لمن لم استطع استقبال اتصاله بسبب ضيق الوقت. نلقاكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، إلى اللقاء.